اهتدى الى تركيبة اخرى في محور الدفاع، خليل شمام بالإضافة إلى شمس الدين الذوادي. قلت خليل شمام في المغامرة في المسابقة 2011 كان أيضا التجأ ليها الإطار الفني آنذاك المدرب نبيل معلول، والعف المحور في مباراة هامة آنذاك أمام الأهلي المصري وجوزيف يانيك نجانك كان سجل، والفرصة لأحداث الفارق والهدف الأول لصالح الترجي الرياضي التونسي. الإمضاء لأنيس البدري بسرعة قياسية، الترجي يمر للأسبقية، يمر للأهداف. قيمة فريق العب أكثر من 200 مباراة في المسابقات الأفريقية والخبرة الأفريقية لبيب مجسمة في الهدف الأول. في الوضعية السانحة للترجي التونسي ما فماش وضعية تسلل، وأنيس البدري ممتاز في أحداث الفارق منذ الدقائق الأولى لبيب. أكيد منذ الدقيقة السادسة افتتاح النتيجة للترجي التونسي، أنيس البدري يكسر خطة التسلل، هدف أول للترجي، دفاع هش، دفاع ضعيف كونكورد الموريتاني لأنه في مباراة الذهاب الترجي توفرت له عديد الفرص السانحة للتسجيل، فما إلغاء لزوز أهداف، فما ضرب الجزاء كما قلت غير معنى من الحكم الغيني. ممكن الترجي كان يحسم الأمور منذ مباراة نواقل الشوط، ولكن هدف كان مباغت لعبده.